بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. هنعيد الكلام اللي قلناه في اللايف بتاع يوم الأربعاء اللي فات ده، لأن طبعا حضراتكم بعتولي مشكورين وقلتولي الحلقة كانت جميلة وغنية وغزيرة وكانت ثرية، لكن الصوت والصورة كانوا فيهم تقطيع كتير بسبب الإنترنت. حضراتكم كتير منكم طلب مني ان انا اعيدها بشكل مسجل، يعني او اعيد المحتوى بتاعها بشكل مسجل. فالله المستعان، ربنا يوفقني ويقدرني كده النهارده ان شاء الله ان انا استرسل بنفس الصوره اللي عملتها في اللايف يعني. وطبعا يعني في البدايه حابب ان انا اذكر واؤكد على ان الدكتور محمد الحمد لله رب العالمين صحته اتحسنت بشكل كبير، ويعني ردا على الكلام اللي كان بيتقال كده او كنت بسمعه يمين وشمال، كورونا وما كورونا، لا طبعا مش كورونا خالص، يعني ده نقدر نقول كده ايه نوع من الاذى المباشر يعني من خلال حاجات كده يعني اعادنا الله واياكم منها. ودي حاجة من الحاجات الكتير اللي هو تعرض لها يعني في على مدار حياته، سواء ظاهرة أو باطنة يعني. وأعتقد لما عرضنا صور المحاولات اغتياله وطلقات الرصاص في جسمه ما كانش ميك اب يعني، ما كانش مكياج. فلما نقول إن هو تعرض قبل كده لسموم كادت أن تفتك به يعني، لولا ستر الله ولولا كرم ربنا وتدخله في الوقت المناسب، لكن السموم دي تركت أثر في جسمه يسبب له يعني معاناة بعض الشيء في بعض الأمور من حين لآخر. فنسأل الله له الشفاء التام من كل هذه الأمور، وإن شاء الله بإذن الله نتقابل معاه يوم الاثنين في الحلقة الـ 12، وإن شاء الله اللايف اللي كان المفروض يحصل الخميس هو النهارده يعني وقت ما بسجل كده هنعمله يوم الثلاث، بس هنتفادى بقى قصه اللايف دي عشان خاطر ما نقعش في مشكله الانترنت بيقطع والكلام ده. هنبقى فاتحين الشات روم او الجروب بتاع التليجرام، وهنستقبل من حضراتكم انا ودكتور محمد رسائلكم سواء المكتوبه او الصوتيه، وهنكون احنا بنسجل زي كده دلوقتي كده مثلا بنسجل وبنرد على الاسئله دي، ولما نخلص هخلص المونتاج بتاعها وننشرها لحضراتكم. وسواء يعني تصوير التلات ده او تسجيل يوم التلات ده او فتح الشات مع حضراتكم يوم التلات ده، ايا كان الوقت اللي هياخده من التصوير ساعه اتنين تلاته حتى، هنقسمهم يعني حتى عشان ما يبقوش طوال على المشاهد، فهنقسمهم على اكتر من يوم في النشر يعني. نيجي بقى للحديث عن 25 يناير وعن مرور 10 سنين عدوا علينا، معرفش بقى بسرعة ولا عدوا ببطء حسب ما كل واحد من حضراتكم يشوف. انا شخصيا بحس ان الـ 10 سنين دول عدوا كأنهم يعني ليلة وضحاها، على الرغم من كثرة الأحداث وتداخلها وتصارعها واختلاطها، كثرة الشخصيات اللي شفناها وتعاملنا معاها وفادتنا أو تأذينا منها، يعني أحداث زحمة جدا وكتيرة جدا وكبيرة جدا، مش في مصر بس، لا ده في الوطن العربي يمكن في العالم كله. ف 25 يعني يمكن بعد اللايف اللي فات ده أنا فرحت جدا برد الفعل بتاع حضراتكم، ولكن يعني فرحت اكتر باللي انتقدوني من الفريقين، من الفريق ده ومن الفريق ده. فالحمد لله ده معناه ان انا ما كنتش متحيز لحد، وان انا ما جيتش على حساب حد ضد التاني يعني. في ال ضد 25 شافوني ان انا مع 25 وبجاملها، ومع 25 شافوني ضدها ومتجني عليها. ده مش كلهم طبعا، انا بتكلم على الاراء اللي انتقدت يعني. لكن اسعدني برضو ان في ناس انا عارف ان هم مثلا من انصار الرئيس مبارك يعني اثنوا على اللي انا قلته، على الرغم ان انا انتقدت الرئيس مبارك وهنتقده تاني النهارده وهنتقده جامد كمان بالحق، مش بالباطل ولا بالهوى،
يعني انا بحيد نفسي عن الاهواء الشخصية تماما في الحكم على الامور وعلى الاشخاص، خصوصا الشخصيات لما تبقى عامة لازم احيد الهوى تماما عشان اقدر ادي حكم سليم ومتجرد ونقي ولله كده. بس قبل ما اخش 25 في مدخل كده حابب اخش عليه الاول، لان هو هياخدنا ال 25 في نقطة اساسية هنتكلم فيها. النهاردة الصبح صحيت كده على مسج جايلي من احد السادة المتابعين بفيديو لشخص على اليوتيوب بيتكلم عن الدكتور محمد وبينتقده، يعني ايه مطلع فيه العبر زي ما بيقولوا. ولما ده يعني دخلت بصيت لقيت الراجل جايب، لقيت جايب حلقة لينا، لا هو جايب حلقة لواحد كان بينتقدنا وبيكتزئ وبيقص وحاجات كده وما بيقولش الحقيقة كاملة ويدلس على الناس ويدلس على الله ويكذب على الناس ويكذب على الله، واخد منه وباني على اللي هو واخده ده اللي هو متقطع ومدلس ده، وباني عليه بقى كمان فكر اكتر تدليسا. وهو باختصار هم واخدين الكلام بتاع الحلقة السابعة عند الموسم الاول اللي يخص المسجد الاقصى، اللي الاخ الاولاني اللي هو اسمه سمير واخدها على اساس ان الدكتور محمد بينفي ان في حاجه اسمها المسجد الاقصى، والتاني واخدها على انها دليل بنفس الدليل، وانه بقى كمان دكتور محمد بيسب في سيدنا ابو هريره وسيدنا ابو ذر الغفاري. فلما تشوف الفيديو اللي هو عرضه، اولا هو بدأ باستعراض رأي دكتور محمد في السنة اولا، مع ان الاسراء قضية قرآنية مش قضية في السنة. ثم انتقل للاستشهاد بكلام سمير. طب وسمير كان عامل ايه؟ سمير كان مقتطع الكلام بتاعنا او كلام دكتور محمد، وبيقول ان دكتور محمد بينفي وجود المسجد الاقصى اللي هو مذكور في القرآن وبتاع. فهو مبدئيا كده وباختصار هو الاتنين على بعض، اولا نقدر نقول كده ان هما ما شافوش الحلقة، ولو كانوا شافوها فهم شافوها باسلوب غير اللي الناس الطبيعيه شافته. لان مبدئيا دكتور محمد في كلامه بدا من القران الكريم، بدا من القران الكريم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، دي في القران الكريم. والدكتور محمد اتكلم وقال ان الرسم القراني لكلمه الاقصى في القران الاقصى منتهيه بالف ممدوده وليست ألف لينة. افتح المصحف بتاعك حضرتك كده هتلاقي الأقصى مكتوبة بإيه؟ بألف ممدودة. أما النسخ الموجودة إلكترونيا كلها ألف لينة. النسخ اللي بتكتب في كل ما يخص المسجد الأقصى ألف لينة، سواء كان يعني شعارات، سواء كان مواقف، سواء كان روايات، أيا كان بتكتب فيما دون القرآن الكريم بالألف اللينة. فكان ده خير استدلال للدكتور محمد واستشهاد بأن المسجد الأقصى المقصود ليس في الأرض إنما هو في السماء، ورسمت ألفا لكي يشير، لكي يجعلك الله تفكر بأنه انظر إلى السماء فوق مش تحت، مش لينة، مش لينة، ألف ممدودة. ثم زدنا في التوضيح وقلنا ان الايه بتقول، بنكمل، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، الذي ايه ليلا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. باركنا حوله، البركه في تجوز في الارض وفي السماء، ولا البركه في الارض بس؟ يعني ده مبدئيا. لنريه من اياتنا. طب هي الايات الكبرى دي سيدنا رسول الله شافها في الارض ولا شافها في السماء؟ شافها في الاسراء ولا شافها في المعراج؟ لما وصل لسدره المنتهى ثم بالافق الاعلى ثم قاب قوسين او ادنى، ده كان في الاسراء ولا كان في المعراج؟ طب
الرد هيقول لنا في المعراج. طب الايه دي بتقول لك سبحان الذي اسرى، ما جابتش سوره المعراج. اذا الايه بتتكلم عن الاسراء والمعراج ككل، وانها بدات اسراء من المسجد الحرام وانتهت معراجا الى المسجد الاقصى. ده كان باختصار يعني، طبعا الحلقه موجوده، الحلقه السابعه يعني ما شلناهاش، موجوده الحلقه السابعه من الموسم الاول، اللي يحب يراجعها وممكن احطها في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. ده كان استشهاد دكتور محمد، او استدلال دكتور محمد وتفسيره لكلمه المسجد الاقصى من خلاله سوره الاسراء، وان المسجد الموجود في القدس هو بيت المقدس، ودخل في الاستدلال الثاني وهو السنه النبويه. بس قبل ما نقول السنه النبويه، احنا زودنا حاجه في الحلقه دي وقلناها، وقلنا ان سيدنا رسول الله ليه في القران الكريم بيقول ايه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها. طب ما هو القبله الاول كانت اتجاه المسجد الاقصى. طب ما هو لو هو المسجد الاقصى اللي في الارض ده، ليه سيدنا رسول الله كان بيتقلب وجهه في السماء؟ لانه عارف ان القبله فوق مش تحت. المسجد فوق مش تحت، وهنا زي ما هنا في البيت المعمور في المسجد الحرام، هنا في المسجد الاقصى في بيت المقدس. ده باختصار يعني. ثم نقل دكتور محمد كلامه على السنه النبويه، وقال كل احاديث الاسراء التي ذكرت من رسول الله، قال يقول فيها ليله اسري بي الى بيت المقدس. ما قال كل الاحاديث، وهو طالب ساعتها ان من كل اساتذته وسادته وشيوخه وعلمائه، يعني الراجل عمل نداء للجميع، اللي يلاقي كلامي غلط يطلع يرد عليا، محدش رد عليه الا السفهاء امثالكم. لكن اصحاب العلم اللي هو ناداهم ما ردوش عليه. اصحاب العلم اللي هو طلب منهم ان هم يردوا عليه لو هو غلط ما ردوش عليه. انتوا اللي بتردوا، ليه بتردوا؟ لانكم مدفوعين، ماجورين، مش فاهمين حاجه، ما قريتوش اي شيء، ما قريتوش حاجه خالص من كتب الدكتور محمد، ولا اللي انتوا بتتكلموا عنها وعاملين نفسكم بتحللوها وبتفندوها، ولا قريتوا فيها حتى المقدمه، ولا مسكتوها حتى في ايديكم. كتب الملاحم والفتن اللي تمسكوها في ايديكم وبتطلعوا بيها على الشاشه وتستشهدوا بيها، نتحداكم ان انتوا تكونوا قريتوها كامله، واذا كنتوا قريتوها كامله نتحداكم ان انتوا تكونوا فهمتوها، واذا كنتوا فهمتوها نتحداكم ان انتوا تربطوها بالواقع. بنتحداكم يعني، دي حاجه. النقطه اللي كمان الملحوظه في الموضوع اللي لقيتها بالذات عند الاخ ده، انا لقيت عند الاخ ده كل مدعي المهديه حاطين بياناتهم، وانت ما بتردش عليهم ليه؟ يعني انت مش معلق على اي واحد فيهم، كانك معجب اللي هم كاتبينه يعني، يعني انت انترستد فيه. ثم انت ليه يعني ايه، انت وامثالك يعني ليه مفرغين نفسكم للرد على الدكتور محمد؟ ما تردوا على دول، ولا دول بالنسبه لكم انتم مش شايفينهم يعني، دول مش موجودين. طالما انتوا غيورين على الدين قوي كده وحريصين عليه وحريصين على مستقبل الامه ومصيرها وعلى الاسلام وجامدين قوي كده، اطلعوا ردوا على دول. انتوا بتردوا علينا احنا ليه؟ انتوا مفرغين نفسكم لينا احنا ليه؟ يعني اشمعنى؟ يعني ايه الفكره؟ من يوم ما بدانا نشتغل وانتوا كل يوم يطلع لنا واحد زي العلوس كده، خير ايه الوضع يعني؟ ولا انتوا كلكم بيحرككم شيء واحد؟ وهو ده اللي واضح، وهو ده اللي باين. ان انت حتى لو انت نفسك تعمل شهرة، تعمل مشاهدات، تعمل اي حاجة عايز تعملها يا اخي، ده انت عندك مادة ثرية تطلع تتكلم فيها وناس سقف لك، تقول لك برافو عليك ان انت بتدافع عن الدين فعلا، بتتصدى للمدعين بجد، مش بتتصدى لمحمد عيسى داود، الراجل اللي افنى عمره في 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 دراسة القضية والحديث عنها والكتابة فيها وتوعية الامة و و و و مين انت اصلا؟ او مين انتوا كلكم على بعض؟ عملتوا ايه انتوا؟ انتوا خريجين ايه؟ درستوا ايه انتوا؟ يعني انتوا درستوا ايه؟ ايه شهاداتكم؟ ايه مؤهلاتكم العلميه؟ ايه الابحاث اللي انتوا عملتوها؟ ايه الانتاج الفكري اللي انتوا قدمتوه؟ احنا عايزين نفهم يعني انتوا بتتكلموا بناء على اي اساس يعني؟ وبتجيبوا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده منين؟ الاخ اللطيف ده يعني مسك كتاب المهدي المنتظر على الابواب، وبدأ يحلل فيه ويقول كلام كده ما أنزل الله به من سلطان. والحقيقة هو أنا مش هرد عليك، ولا هرد عليك دكتور محمد من الكتاب برضه. فاتقل كده بقى لغاية يوم الثلاثاء إن شاء الله في التصوير، وهتاخد نصيبك بإذن الله.
لكن في النهاية اللي أنا عاوز أقوله إن الأمثال دي، أمثال الناس دي اللي بيتناولوا الحديث في العلم بغير علم، هم اللي بيضيعوا الدنيا عند الناس في دماغها. ودول خير مثال على إن الكلام في العلم لابد له إن يكون له أصول. زي ما قلت قبل كده، أصول الفقه. مفيش فقه بدون أصول فقه، مش هتعرف تتناول الفقه بكل فروعه بدون ما تكون فاهم أصول الفقه. زي كده واحد معاه مثلا مكعبات، ما المكعبات دي يقدر يعمل منها برج، يقدر يعمل منها عمارة، يقدر يعمل منها مصطبة، يقدر يعمل منها أشكال كتير. إزاي هو هيوظفها؟ كل حاجة ليها آلية في بنائها، مش اعتباطا كده، مش يلا اي شكل نجيب مكعب من هنا على مكعب من هنا مكعب من هنا ونقول ان احنا بنعمل شكل هندسي. لا، ده اسمه عبثي، شكل عبثي. زي هو ده اللي انتوا بتعملوه بالظبط، بتتكلموا في العلم بعبثية. والدليل في الفيديو اللي انت بتتكلم فيه ده الاخير ده، بادئ من السنة وبعدين رحت للقرآن. طب ما تبدأ من القرآن الاول، ده هو اصلا قضية قرآنية مش قضية في السنة الشريفة. وعشان يعني ايه نتكلم برضو بوضوح اكتر عشان الناس تفهم اكتر يعني ايه اصول فقه. اصول الفقه دي هي اللي هتنظم لك اصدار الفتاوى والاحكام والاراء في اي مسألة ايا كانت، بدءا من الزواج والمواريث وصولا الى شرط المرور. هتطلعها كده بخطوات معينة من القرآن، ثم من السنة، ثم من علوم آل البيت، أقوال الصحابة، اجتهاد العلماء، يعني هي خطوات معينة كده إيه متسلسلة عشان تقدر تطلع حكم سليم ورشيد وتبقى مستقر في نفسك إنك أنت مطمئن تجاه الشيء ده، مش عندك ريبة، مش عندك شك. في خطوات لازم نمشي عليها. هو ده أصول العلم، أصول علم البحث في الفقه الإسلامي. إيه هو اللي هو علم أصول الفقه؟ مفيش فقه بدون أصول فقه، يبقى عبثي. وأنا مش عاوز أطول في النقطة دي دلوقتي، لأن هتاخدنا لأمثلة هنروح لها كده كده في الكلام عن 25. لكن الكلام ده ياخدنا بقى للمدخل الأساسي بتاع 25. أولا في نتائجها، وفي أحداثها، لأن الأحداث مرتبطة باللي أنا قلته ده، وده هناخده واحدة واحدة لما نتناقش في أسباب 25 يناير أو أحداث 25 يناير وجريان الأيام فيها إلى ما بعدها. يعني مبدئيا عشان نبقى متفقين، اللي يبقى ضد المطالب اللي رفعت كمطالب اجتماعية واقتصادية ومطالب للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وكل ده يعني اللي ينكر حق الناس في هذا الأمر فهو إنسان مجحف، ده قولا واحدا كده. واللي ينكر ان عصر مبارك كان فيه ظلم وكان فيه فساد وكان فيه محسوبية وكان فيه ترهل اداري وكان فيه بزراميط كتير في حاجات كتير، يبقى راجل يعني بيكذب على الله. لان يعني مثلا محدش عطل الازهر ومكن الخوارج الا مبارك، مع احترامي يعني، مبارك عطل دور الازهر. مبارك تسبب في سريان رجال الأعمال في مصر بطريقة فيها توحش، طريقة فيها احتكار، طريقة فيها انعدام فرص حقيقية للشباب ان هم ياخدوا المجال ان هم يعبروا عن انفسهم. بقى مجال العمل يا اما بتشتغل سيلز، يا بتشتغل تيلي سيلز، يا بتشتغل خدمة عملاء، يا بتشتغل، يعني هي دي المجالات العمل المتوفرة. غير كده انت لازم بقى يبقى انت راجل يعني ليك مواصفات معينة عشان خاطر يقبلوك.
لكن كون ان انت من عامة الشعب كده، من بني ادم عادي يعني، ابوك راجل موظف، ابوك راجل يعني متوسط الحال، لا انت ما بتاخدش الفرص دي. فده كان عصر مبارك يعني، عشان بس ما نقعدش نجامل وما نقعدش نحكي كتير. مبارك هو اللي سلم الاعلام لصفوت الشريف، وصفوت الشريف ما ادراك صفوت الشريف بقى، واللي عمله في الاعلام. مبارك هو اللي نقدر نقول ايه، دخل التعاون مع اسرائيل في الزراعه، وده موجود بالصوت والصوره على اليوتيوب، مهندسين اسرائيليين جوه الاراضي المصريه وهم بيعلنوا عن التعاون بين البلدين وبين الوزارتين في الموضوع ده. فاذا كان في اذى للزراعه في محاصيل، في تقاوي، في صار نباتات مسرطنه، الكلام ده كله، لا ده حصل من وقت مبارك، وبالتحديد من وقت يوسف والي. الاحتكار السياسي اللي حصل في اخر 10 سنين، وبالذات بقى في اللي هو كان فج جدا من بعد 2005 وفي انتخابات 2010، ما هو ده مبارك برضو. ما هو ده هتقول لي ما هو ممكن هو مش موافق، ده ممكن سياسات الحزب، ما هو الحزب ده هو رئيسه، والحزب ده من يوم ما هو جاب فيه صفوت الشريف كأمين عام للحزب، وجاب جمال مبارك كأمين للسياسات، وجاب احمد عز مش عارف كأمين مش عارف ايه، ولا نائب امين ايه، الطقم اللي جه ده، هو دول اللي عملوا الاسباب اللي خلت الناس تخرج في 25 يناير. والناس اللي خرجت 25 يناير بتطالب اصلاح اقتصادي واصلاح اجتماعي والقضاء على الفساد والقضاء على المحسوبية، الناس دي ما خرجت، ما كانتش بتحلم. الناس دي ما فيش حد جه او عزلها يعني، لا خلينا منطقيين وخلينا واقعيين بان كان في حاله تستدعي ده. الناس ما خرجتش يعني كده اعتباطا. فده اولا لازم نبقى متفقين ان كان في اسباب اجتماعيه واقتصاديه وفساد وترهل ضارب في الدولة في عهد مبارك دفع الناس للخروج في 25 يناير. وده ما ينفيش ان الناس اللي خرجت في 25 يناير، او يعني ان الكتلة الرئيسية الشعبية اللي خرجت تحديدا في 28 و29 واستمرت في الخروج في كل دعوة مليونية بتحصل، مش اللي بتقعد في الميدان، اللي بيقعدوا في الميدان كان في قلة من الشعب العادي يعني مع الشباب، لكن كان في بقى فصائل اخرى موجوده في الميدان هي اللي عامله المشهد اللي احنا كنا بنشوفه في الميدان. لكن المليونات، لا المليونات دي ده شعب، ما حدش يقدر يحشد الحشد ده يعني كده من نفسه يعني، كان اللي يقدر يعمل كده كان يسيطر على طول. ففي النهايه في مليونات خرجت، الشعب خرج فيها يعبر عن غضبه، يعبر عن ألمه، يعبر عن مطالبه، ده حصل، فما ده حدش يقدر ينكره. واللي ينكره يبقى يعني ايه، مش متجرد من هواه، في نقطة كده في الهوا عنده بتخليه ما يتغافل عنها. لكن على الناحية التانية بقى، لا كان في اعتداءات بتتم على الشرطة، كان في اعتداءات بتتم على منشآت عامة، كان في اعتداءات بتتم على منشآت خاصة، يعني كان في اعتداءات دي بتتم، وده احنا هنروح له. بس خلينا نمشي الاحداث واحده واحده يعني. احنا اول 25 كان الشباب، واليوم اللطيف اللي احنا كلنا فاكرينه، اللي انتهى في الاخر باشتباك في ميدان التحرير واطلاق للغاز، و مع انه ما كانش بادئ كده، لغايه لما الناس نزلت 26 و27 ودعوا اليوم 28، بقينا يوم 28 جمعه الغضب، هذا اليوم التاريخي يعني، اللي طبعا يعني شهد احداث مؤلمة كتير ما حدش يقدر ينساها، سواء من مشاهد اعتداء على المتظاهرين بإطلاق رصاص، بعربيات اللي بتدهس، بالقناصة اللي بيضربوا نار، اللي بيقنصوا الناس في الشوارع، بعربيات الإسعاف اللي كانت بتخطف ناس على أساس إن هي توديهم مستشفيات، وفجأة يفاجئوا إن دول مش إسعاف يعني. وكان في حالة كده يعني كلام يعني موجودة، ما يعني كلنا عايشين فيها، حالة محدش عارف هي جت إزاي، أو مين اللي عمل كده، أو مين دول، ومين وراهم، ومين يعني، حالة من الضبابية سببت خوف
عند غالبية الناس في البيوت، سببت قلق، سببت هلع، ده لا خلاف عليه. إلى أن الناس دخلت الميدان في 28، وحصل الاستقرار جوه الميدان والاعتصام في الميدان. كان مبارك قبلها بيوم أقال الحكومة يعني، وجاب الفريق شفيق كرئيس وزراء. الكلام ده كان يوم الخميس بالليل، وكان ساعتها سقف المطالب ارتفع عن النقطة دي، ودخلنا في حتة أبعد من الحكومة، ودخلنا في البرلمان نحل البرلمان أو تقبل الطعوم وعايزين نائب. فجينا يوم السبت 29، وتم تعيين اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية. وهنا بقى من 29 ل 2 فبراير، يعني 29 30 31 1 فبراير 2 فبراير، في الخمس ايام دول انا شايف وجهة نظري البسيطة، تقبلها ترفضها يعني كما تشاء، كل الاسباب اللي خرج عشانها الشعب اتحققت. يعني ليه؟ انا هقول ليه برضو. يعني تقول لي هو فين مثلا المطالب الاقتصاديه والاجتماعيه؟ هقول لجنابك، يعني اديني فرصتي للاخر. المطالب الاصلاحيه في الحكومه اتغيرت، وطلب بوجود نائب رئيس للجمهوريه، بقى في نائب رئيس للجمهوريه. التخبه للطاعون، قبلت الطاعون في مجلسي الشعب والشورى. اصلاحات اقتصاديه واجتماعيه، الفريق شفيق كان بدا فعليا في اتخاذ كل ما يلزم من اصلاحات لصالح المواطن ولصالح الشعب. ويمكن ساعتها لقينا اداء من بعض الوزراء، يعني هو يمكن كان مغالى فيه شويه، يعني زي مثلا وزيره التامينات الاجتماعيه لما نزلت تقابل المواطنين بنفسها والكلام ده، لكن في النهايه كان في حركه اصلاحيه بدات تحصل. والراجل فعلا ما كانش نقول كده ايه بيقعد خمس دقايق على بعض، كان على طول بيشتغل، وكان لدرجه ان هو كان بيلبس كاجوال، كان بيلبس البلوفر، وقعدوا يتريقوا بلوفر شفيق ومش بلوفر شفيق والايه والكلام العبط اللي حصل ده، اللي هو يعني الراجل بيشتغل يعني هيدينا الانتاج ببلوفره، يعني مش ايه دخل ان هو لابس بلوفر او داخل او لابس مثلا بدله او لابس بالطو او لابس، يعني ايه دخل احنا لينا انتاج ولينا ان الراجل ينتج. المشكلة إن الناس اللي اتريقوا على شفيق في البلوفر هم اللي عينوا محافظ راح بالجلابية، يعني بس احنا بننسى اسمه ايه الراجل بتاعهم ده اللي هو راح محافظ باين في البحيرة، باين حاجة كده كان بيلبس الجلابية ده، مش فاهم يعني اشعلوا السخرية من احمد شفيق عشان خاطر البلوفر، وفي الاخر جم لما جم هم عينوا لنا واحد بجلابية. يعني فده دليل بس ان احنا ايه مشينا، او مش احنا بقى يعني، مش انا مش دعوه، في ناس مشيت ورا الناس دي ضيعوا الدنيا يعني. طيب في الخمس ايام دول جه الرئيس مبارك وعمل الخطاب الشهير بتاعه بانه مش ناوي يورث الحكم، وانه مش ناوي يكمل، وانه مش هيمشي من مصر، وانه هيعيش على ارضها ويموت على ارضها، والى الخطاب اللي يعني باعتراف الكل اثر في جموع المصريين، لدرجه ان الناس في الميدان نفسهم حتى محمد البلتاجي قال ان احنا فجاه لقينا الميدان فاضي علينا. خلاص الناس روحت، الناس مشيت، الناس وصلت للي هي عايزاه. الراجل اولا يعني لم يراوغ، انا ودي شهاده حق، هو الراجل مات يعني، وانا اقسم بالله عمري لا كنت من محبيه ولن اكون يعني، لكن لم ارى مبارك صادقا مع الله ومع الناس زي ما شفته في ال 18 يوم. انا بقول اللي واللي عليا، بقول اللي شفته، هو كان خلاص الموضوع كان وصل معانا للمرحله اللي هو مفيش مراوغه، مفيش يعني، خلاص وصلنا للنقطه اللي هي اللا عوده، خصوصا في ظهور بقى شخص زي اللي هو عمر سليمان له مش تاثيره تاثيراته. وما هنيجي دلوقتي نتكلم عن اللي هو عمر سليمان وعن دوره في ال 18 يوم، هنلاقي ان هو يعني انصف الكل. وخرج اللي هو عمر سليمان في خطاب
للشعب بشكل عام، بيتكلم فيه عن الاصلاحات اللي بدأت تتخذ، وبالمناسبة ومع التعديلات الدستورية المطلوبة اللي هما اتحددت في الـ8 مواد، اللي هي منها مثلا مدة رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية، شروط الترشح إلى آخره يعني. فخرج اللي هو عمر سليمان في بيان للناس بعد خطاب الرئيس مبارك بأن ده تعهد والتزام منه، والبيانات موجودة وتقدروا تسمعوها وتركزوا في الألفاظ بتاعتها. فألفاظ الرجل، الرجل كان بيقول لك إيه؟ كان بيتعهد لك وبيلتزم لك، هذا تعهد والتزام، بأن كل ما قال عليه الرئيس مبارك وهو أضاف بعض الأمور هيتم الإصلاح فيها فورا، إن هو قال وقد بدأ التغيير. وفي خطابه الأول ده الشهير ده، هو أول مسؤول وآخر مسؤول في نظام مبارك يقول إن حركة شباب 25 يناير نسب الحركة للشباب، ليكم، ما نسبهاش للأحزاب ولا نسبها لتيارات ولا نسبها لجماعات ولا أي حاجة، واعترف بيها إن حركة شباب 25 يناير لم تكن حركة تخريبية أو وأنصفكم، نفى عنكم التخريب، نفى عنكم التآمر، نفى عنكم الخيانة، بل أثنى على جهودكم، أثنى على طلباتكم. الراجل يعني كان ناقص ياخدكم، ينزل ياخدكم بالحضن. وهو زي ما قلت المسؤول الوحيد في الدولة وقت مبارك اللي اعترف بهذه الحركة أو بهذه الثورة أو بهذه الانتفاضة ونسبها إليكم. وجهاز المخابرات العامة في من خلال كلمة وطن اللي هنروح له بعد شوية هو الوحيد اللي سماها ثورة، عشان بس يبقى ايه الكلام له اطار كده من الاول، يبقى كده عارفين احنا بنتكلم في ايه وعن ايه ورايحين فين وجايين منين. يبقى المسؤول الوحيد الذي اعترف بهذه الحركة او هذه الثورة او هذه الانتفاضة من رجال الدولة في عهد مبارك هو اللي هو عمر سليمان. ثم اتبعه هذا الامر فيلم كلمة وطن اللي نزل في يوم 1 فبراير على شاشات التلفزيون المصري وشاشات الفضائيات كلها، واتكلم عن دي ثورة يناير، ثورة شباب 25 يناير. طيب نيجي بقى الاحداث لحد كده جميلة جدا ولطيفة وخلاص، والليلة بتتلم وهنروح بيوتنا وهنشتغل بقى زي ما هو. حتى اللي هو عمر سليمان في بيانه اللي قاله يوم بعد الخطاب الثاني للرئيس مبارك قال يا شباب مصر وابطالها، عودوا الى منازلكم، فالوطن يحتاج الى سواعدكم لننمي ونبني ونبدع ونبدع. لا تنصتوا الى الاذاعات والفضائيات المغرضة، استمعوا فقط لصوت ضمائركم ولحسن تقديركم. يعني الراجل كان بيخاطبكم خطاب مباشر وبينبهكم خدوا بالكم من ثورتكم، لحسن حد ياخدها منكم ويضحك عليكم ويقول لك فين البسها. فهناك اطراف في الخارج طبعا وفي الداخل، ولما بنقول ان يا جماعه ان في مؤامره، يا ريت الاخوه الثوار ما يغضبوش من الكلمه دي، لان ارض الواقع بيقول كده. ارض الواقع اللي هي ايه بقى؟ اللي هي في الاحداث بتاعه 28 29 يناير، احنا لقينا حزب الله مدخل ميليشياته بيخرجوا مساجينهم، لقينا حماس داخله بتقتحم سجون، لقينا اجانب في ميدان التحرير، ومحدش يقول مفيش اجانب في ميدان التحرير، لا كان في اجانب في ميدان التحرير. واللي مش يعني حابب دليل سريع كده صغير كده لشخصية محدش هيختلف عليها كتير يعني، خش على جوجل صور واكتب عبد الله هاشم في ميدان التحرير. مين عبد الله هاشم؟ صانع سلسلة القادمون. فالاخ عبد الله هاشم ايراني، هو كان عندنا بيعمل ايه؟ صفته ايه يعني؟ فهمونا. ده غير بقى الجدع الفرنساوي ده اللي اسمه برنارد ليفي، غير شخصيات تانية، غير ناس دخلت على السن، هو مراسلين وصحفيين واعلاميين وحقوقيين وجماعات مش عارف مين، وناس دخلت.
هو انت يعني كرجل ثائر كل اجنبي بتشوفه قدام عينيك ده سائح؟ ده بيشتغل مثلا في منظمة دولية؟ يعني خليك عاقل. هل ده مثلا راجل رومانسي وحالم ومناضل للدرجة ان هو قطع تذكرة طيارة وجي عشان ينزل يساندك في ميدان التحرير؟ لا، كلام احب يعني اللي يكلمني يكلمني كلام عاقل عشان احبه ويحبني كده. لا، كان في اجانب، كان في اجانب، كان في وجبات، كان في وجبات من خلال جماعات ومن خلال احزاب ومن خلال رجال اعمال، كان في وجبات بس مش للشعب، لفئات. الشعب كان بياكل البطاطا والذره والبلح والطعميه والكشري والحاجات دي، يعني بياكل الاكلات الشعبيه. لكن في فئات كان معاها الكنتاكي ومعاها ال اسمه ايه ده، الكباب والكفته معاهم. هتقولي هو كان في كنتاكي؟ كان عادي، ايه المشكله يعني؟ فرع من الفروع شغال ويجيبوا منه، ايه القصه يعني؟ بلاش الكنتاكي، لو كنتاكي مضايقاك يعني. لا، كان بياكلوا وجبات تانية، كباب وكفتة، فراخ مشوية، يعني كان بياكلوا، كان بيجي لهم وجبات. وده كان موجود في 30 يونيو بالمناسبة، يعني عشان بس ما حدش ايه يفتكر ان ما كانش موجود. لا، كان موجود، ده موجود في كل مكان فيه تجمع وفيه اعتصام، لان اي تجمع واعتصام لازم يتصرف عليه، لان هو الناس المتجمعة والمعتصمة دي يعني هتصرف منين؟ إيه؟ حتى اللي بياكل طعمية وفول وكشري والكلام ده ما هو مش كل يوم قادر يجيب، لان يعني مع مرور بقى الايام والشهور والليالي، لا، الاعتصامات اللي كانت بتحصل دي حتى اللي كانوا بياكلوا الكشري كان بيجي لهم الكشري، ما كانوش بيدفعوا ثمنه، يعني عشان بس ايه نقصر الكلام على نفسينا. ودي حاجات يعني انا في حاجات شفتها بعيني بعد كده، لان بقى كده نزلنا بقى بقينا ننزل مع نشوف في ايه اللي بيحصل بعد مبارك، ايه بقى الدنيا دي، مين الثوره دي، ايه الوضع، مين الناس دول. فكنا بنتفرج على حاجات من الحاجات دي، وهاجي في الكلام انا لسه في حاجات هتكلم فيها. طيب، اللي حصل من الاصلاحات دي ضد الاهداف بتاعت الناس اللي بره واتباعهم اللي جوه، وبكده الدنيا هتتلم، والحركه اللي قامت دي واحنا نطينا عليها استغلناها هتضيع مننا. طب ايه اللي يحصل؟ لازم يحصل دم بقى، لازم نورط النظام في دم. طيب، توريط النظام في دم ده عشان يتم في دولة زي مصر لازم يبقى محبوك بدرجة كبيرة، وعشان يبقى محبوك بدرجة كبيرة لازم أطرافه تبقى متعددة، ما ينفعش طرف واحد هو اللي يقوم بيه. وبالتالي ما حدث بقى يوم 2 فبراير مما يسمى من موقعة الجمل ده فيه كلام كتير يتقال. وعشان اكون يعني عملي في الكلام، انا يعني ايه مش عاوز اقفز واحلل انا من دماغي قبل ما نسمع كلام الراجل اللي كان في المتصدر للمشهد ساعتها، وكان بيحاول يحل الازمه. بس هبدأ من كلام اللي هو عمر سليمان عن الإصلاحات، عشان خاطر بس يبقى كل واحد عارف احنا كنا فين، وهو كرجل ثائر كان فين وقت الكلام ده لما كان بيتقال، وكان بيسمع لمين، ويسلم دماغه لمين، ومين ده عمل فيه ايه بعد كده، عمل ايه باللي هو استلمه منه، بالدماغ اللي هو استلمها دي، عمل ايه بالثورة اللي هو اداها له دي. انتوا عملتوا الثورة كشباب، ما خدتوهاش لنفسكم، انتوا اديتوها لغيركم، فدي مشكلتكم، دي اول مشكله من مشكلاتكم. يعني نيجي بقى هنا ايه الكلام اللي هو عمر سليمان. الرئيس مبارك عندما وجد ان هذه المطالب التي طالب بها شباب 25 يناير مطالب مشروعه ومقبوله، الرئيس مبارك لما وجد ان المطالب اللي طلبها شباب 25 يناير مطالب مشروعه ومقبوله، يبقى مفيش حد رفض المطالب، مفيش حد قال انها مطالب غير مشروعه، مفيش حد قال انها مطالب غير شريفه، مفيش حد قال انها مطالب غير هادفه الى اخره، يعني محدش وقف ضد مطالبك كرجل ثائر ليك مطالب اجتماعيه واقتصاديه، وما كانش ليك مطلب سياسي، المطلب السياسي فرض عليك فرض. الدس اليك دس. ما دراسة كيف يمكن تلبية هذه المطالب
بحيث تلبي كل احتياجات الوطن. ووضع الرئيس خطة بما تسمى خطة الطريق لتنفيذ هذه نركز معنا في الخطة دي بقى. وأعلنها في خطابه الأخير، وكان واضحا جدا أنه قد استجاب لكل المطالب المشروعة. بالمناسبة الستريب اللي طلع دلوقتي على الشاشة أنا مش هينفع بس أجيبها، مكتوب عاجل سليمان حركة 25 يناير لم تكن تدميرية أو تخريبية لكنها كانت حركة مطالب. وكان ممكن أيضا أن احنا نقبل مطالب أخرى، ممكن أيضا نعمل في الإصلاح السياسي مطالب أخرى، ولكن الزمن ليه بقى ايه نركز في الكلمتين دول. حضرته هنا هو بيقول ان كان ممكن نقبل مطالب اخرى، يعني لو كان عندكم يا شباب مطالب اخرى كنا هنقبلها او ندرسها من اجل الاصلاح السياسي، لكن احنا عندنا مشكلة في الزمن. ايه بقى دخل الزمن بالموضوع ده؟ بقى ينقلنا للدستور، ينقلنا للثقافة الدستورية. في دستور بيحكمك، الدستور ده له آليات، الآليات دي مرتبطة بزمن، بدون الالتزام بهذا الزمن المنصوص عليه في الدستور يبقى الإجراء باطل. فهو لو هو بيراوغ مش هيقول لك الكلمتين دول، هياخدك على عماك يقول لك اه وماله حاضر نقعد نتكلم 7 سنين، هو خسران ايه؟ نتكلم زي ما انت عاوز تتكلم وندرس زي ما انت عاوز تدرس، بس بعدين يقول لك لا خلاص ما هو الوقت عدى، ما فيش، استنى بقى لما المده دي تخلص. ما كان ممكن يحصل فيك كده، بس هو الراجل كان متقبل كل طلبات الشباب واللي هو اعتبرهم ابنائه، لان احنا من المفترض ان احنا كلنا اسره واحده كشعب، احنا كلنا المفروض اسره واحده، كلنا مصلحتنا شيء واحد، ما فيش فريق له مصلحه على التاني. هو الذي يربطنا بمعنى ان انتخابات الرئاسة سوف تجرى في شهر اغسطس او سبتمبر، مش هتتأخر. حلو، احنا كنا في يناير 2011، مبارك فاضل له 6 شهور ويمشي، ودي حاجة كانت من الامور اللي كانت غريبة في ان انت تطلب انه يمشي. ما هو ماشي، يعني ما هو الراجل فاضل له 6 شهور وماشي، فانت مستعجل ليه؟ يعني كروت الدنيا ليه كده؟ بتخليها غير مستقرة ليه؟ بتخلي آلية التغيير غير مستقرة. ما تسيبها، ما تصبر 6 شهور وكان هو هيمشي، وكان حصلت التعديلات دي كانت او الاصلاحات دي خدت وقتها وبراحها، وكانت البلد انتقلت بشكل سليم في ايد يد نثق فيها. يبقى احنا فاضل لنا هو الانتخابات هتتم في شهر 8 او في 9. خلاص عن هذا التوقيت، اي ان احنا من الان وحتى اجراء الانتخابات لدينا فقط اقل من 200 يوم. ليه بقى اقل من 200 يوم؟ لان مبارك ولايته الفعليه تنتهي في يوليو. مبارك ولايته الفعليه تنتهي في يوليو. يبقى انت من بعد يوليو لازم تاخد اجراءات بتاعه الانتخابات الجديده اللي هي تبقى في 8 او في 9. فانت ما تدخلش 8 و9، ما تدخلش 7 و8 و9 في الحسبان، الثلاث شهور دول شيلهم. انت بقى كلمني في يناير، كلمني في فبراير، كلمني في مارس، كلمني في ابريل، كلمني في مايو، كلمني في يونيو، يبقى عندي 6 7 شهور اهم. ال7 شهور دول لازم يتم فيهم كل الاجراءات اللي احنا اتكلمنا عليها، من اصلاحات بقى دستوريه واصلاحات سياسيه سوري تشريعيه، لتناسب طبيعه التغيرات اللي انتوا طالبينها او اللي المطالب طلبتها، لان ده مش ضغطه زر، ده مش يقفل الزرار ده هنغير الماده دي، ونعمل الزرار ده هنعدل القانون ده، مفيش حاجه اسمها كده. لازم امور تدرس وتناقش وتحلل وتعرض على متخصصين والمفروض يحصل نقاش مجتمعي الى اخره. يعني طبعا انتوا كنتوا وقتها ما تعرفوش يعني ايه نقاش مجتمعي، وما كانش حد فيكم يخطر في باله ان ممكن الامر يتطور لعمليه تغيير، يعني ايه الدخول في تغيير
مواد دستوريه او الخوض فيها ومواجهتها كده، يلا بقى ايه عشان نغير، طب ودي هنغيرها ازاي وهنعمل فيها ايه ودي يعني ايه ودي بتقول ايه ما كنتوش عاملين حسابكم في كده. وهيحتاج فيها الى تعديلات. بالمناسبه في خبر برضو طالع هنا في الشريط الاخباري، منع احمد عز وحبيبي العدلي وزهير جرانه والمغربي من السفر للخارج، ودي كانت واسماء اخرى يعني اسماء اخرى، وده كانت منع السفر ده كانت مقدمه للقبض عليهم اللي تم في خلال ايام برضو ما قعدناش شهور يعني، كثيرة جدا. وده ملوش دعوه بالمحاكمه تمت ازاي، المحاكمه تمت ازاي انا ماليش دعوه، بتكلم دلوقتي في ان الاجراءات الاصلاحيه اللي انت طلبتها كثائر بتتنفذ بتتنفذ. أن تحتاج إلى وقت. دستورية وتشريعية قانونية. وتشريعية. تشريعية. سليمان وشفيق يعقدان أولى جلسات الحوار مع الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية اللي أنت كثائر جيت بعد كده سلمتهم كل حاجة كده وتقول اتفضلوا خدوا كل اللي أنا عملته على طبق من فضة أو طبق من ذهب وشوفوا أنتوا هتعملوا بيه إيه. راحوا قعدوا وسابوك، لك ما فكروش فيك انت كثائر كشاب انك تكون من ضمن الدايره اللي هتقعد وتتكلم مع نائب رئيس الجمهوريه، اللي فكر فيك نائب رئيس الجمهوريه وجابك لوحدك، عمل لك قيمه وكرامه واستقلاليه وانفصال عن دول، لك انت حد تاني، انت شخص تاني مميز بالنسبه لي، مش زي دول، جابك لوحدك واداك برستيجك واداك وضعك واستمع اليكم وتحدث معاكم وحذركم من ان هيلتفوا عليكم، حذركم من القفز عليكم، حذركم من ان انتوا هتتخطف منكم الثوره وهيتخطف مجهودكم، لكن كان في وسط الميتنج ده كان في نفرين كده يعني معروف السواد اللي جواهم، حتى من نظرات عينيهم في اثناء الميتنج ده اللي هو ايه يعني التشكيك اللي طالع من عينيهم، هو مش طالع من عينيهم وطالع من قلوبهم، الواد ابن القرضاوي اللي اسمه الشاعر ده، وكان في واحد تاني كده انا مش متذكر اسمه قوي، لان كان ابن القرضاوي هو اللي ايه بصيته كده ايه فيها كم من الحقد والغل والتشكيك والتكذيب، ان هو متربي على كده ولان هو ولاؤه اصلا لا للدوله ولا للشعب ولا لاي حاجه خالص، هو ولاؤه لابوه، ولاؤه لابوه. الشباب كان بيطالب في الغاء مجلس الشعب، حل البرلمان، حل مجلس الشعب ومجلس الشورى، معنى هذا انه لن نستطيع ان هو بيقول لك انت عايز تعمل تعديلات دستوريه تمام، وعايز تعمل تعديلات تشريعيه جميل، بس انت بتقول لي عايز اعمل مجلس الشعب والشورى، طب مش توزن الطلب بتاعك؟ ولا انت عايز تلغي كل حاجه وفي الاخر نقعد نتفرج على بعضينا ما نلاقيش حد نكلمه؟ ما هو منين برضه؟ ما هو لازم كان يبقى فيه رشد في الطلب، لكن ده الجهل والسذاجه السياسيه والدستوريه اللي كان الكل بيعاني منها هي اللي بتؤدي للطلبات الساذجه والغير مدروسه دي. وبالتالي هو هنا الراجل بيوضح لك بيقول لك خد بالك اصرارك على ان انا احل لك مجلس الشعب والشورى مش هيخليني اعرف اعدل لك التعديلات اللي انت عايزها. فاسمع لصوت العقل واسمع لصوت الحكمه وسيبك من الناس اللي بتهترس حوالين منك دي، ناس مش فاهمه حاجه عايزين يضيعوا الدنيا يسقطوا مش النظام يسقطوا الدوله. يعني هو ايه الفرق بين اسقاط النظام وبين اسقاط الدوله عشان بس نوضح الليله؟ اسقاط النظام يعني مبارك يمشي ونظامه السياسي، نظامه السياسي، لكن اسقاط الدوله هو اسقاط المؤسسات. الاسقاط المؤسسات بالايه؟ او انا هحلها والغي قوانينها وبتاع، طب خلاص ما المؤسسه دي ما بقتش موجوده، مين هيأدي دورها؟ مين اللي هيسد الفراغ ده؟ مين يعني؟ انت ولا الاخوان ولا السلفيين ولا عمرو حمزاوي ولا المصريين الاحرار ولا الوفد ولا الاشتراكيين الثوريين؟ مين يعني؟ مين فيكم؟ مين فيكم مؤهل لاداء الدور ده؟ ولا حد. وهو اساسا اقتراح ينم عن ناس ان دي ناس مش فاهمه حاجه خالص، او ناس مؤمنه بافكار، الافكار دي افكار اللي هي افكار الهدم وبعدين نبني، اللي هي افكار المتطرفين الشيوعيين. طب خير يعني؟ انا ايه اللي دخلني في الموال ده؟ انا ليه اخش اغامر معاك المغامره دي ليه؟ انا اسف انا كمواطن عادي انا ليه اخش معاك في الريسك ده؟
مش هخش معاك انا، يعني نغير تغيير، سلمني نضيف اسلمك نضيف، ده سلام يا صاحبي، مش كده برضو؟ يعني حتى المثل الشعبي بيقول كده، لكن هتسلمني عوج هيبقى هيفضل عوج. ننظر في موضوع التعديلات الدستورية، لابد أن يكون هناك برلمان حتى يمكن النظر في التعديلات الدستورية. هذا يعني أنه أمر من أمرين، إما أن نعمل على التعديلات الدستورية ونغيرها حتى نصل إلى ذلك، أو أن نضحي بالتعديلات لكي إذا ما أردنا الالتزام بميعاد سبتمبر لإجراء الانتخابات. هو سبتمبر ده ضرورة. أيوة سبتمبر ضرورة. ليه سبتمبر ضرورة؟ لأن سبتمبر هو الدورة الزمنية لإجراء الانتخابات الجديدة، لو ما ينفعش قبلها وما ينفعش بعدها هيبقى فيه ما يسمى بالفراغ الدستوري. فراغ دستوري يبقى انت دخلت في ازمه، مفيش حاجه اسمها لا عادي مفيش مشكله كنا اجلنا شهر، لا لازم ده كنت تاخد اجراء دستوري ما تعدل بيه ال ايه الدوره الزمنيه دي، بحيث ان هو يمد لك شهرين ثلاثه كمان تقدر تلم فيهم نفسك وتلحق تعمل انتخابات. فهو هنا اللي هو عمر سليمان بيوضح ان خد بالك احنا سبتمبر ده الديدلاين. لو دستوريا ديدلاين دستوريا، ومفيش حاجه اسمها ايه مش مهم بقى، ما احنا كنا مش اسمها كده، دستور قائم وموجود ولم يلغى ولم يعطل في هذه الظروف وهذه الاثناء. على فكره لم يطالب احد، لا من الثوار ولا من الاحزاب ولا من الجماعة ولا من اي حد باسقاط دستور 71. ركز معايا في الكلام، المطالبات كانت الاجتماعيه والاقتصاديه ثم تطورت الى اسقاط النظام، لكن اسقاط الدستور ما حدش اتكلم فيها دي خالص. لان على فكره بالمناسبه يعني الكل اللي موجودين دول كانوا طمعانين يحكموا من خلال دستور 71. ليه؟ لان هو احسن دستور، احسن دستور واحسن تمكين للحاكم، عشان نجيب من الاخر يعني. فالكل كان طمعان ياخده، بس خلاص بقى هي اتقفلت عليهم بعد كده، بالرغم ان هو هذا الدستور لم يلغى الى الان. فهو هنا اللي هو عمر سليمان بيوضح ان الديدلاين بتاعنا هو لابد ان نلتزم بيه ويعجبه عشان الا يكون في فراغ دستوري فيه، فلا بد ان نلتزم بهذا التوقيت. فلا بد من الحساب الزمن، كيف سنصل الى هذا التوقيت بطريقه دستوريه وشرعيه، طريقه دستوريه وشرعيه. اذا الغينا الاليه الزمنيه البرلمان مجلس الشعب ومجلس الشورى، فمعناها نحن محتاجين وقت لعمليه جديده للانتخاب. صحيح. يعني ايه بقى عمليه جديده للانتخاب؟ ما انا التعديلات دي هتفرز اليه جديده للانتخابات، هتفرز شروط جديدة في المترشح إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي آلية الانتخاب نفسها هتتغير، خصوصا بقى إن في مشاركة سياسية جديدة، وبالتالي ده هيتطلب تحديث آليات، توفير إمكانيات، يعني عايز مجال من الوقت عشان أعمل لك الانتخابات اللي أنت بتأمل إليها، وهنسمع بقية كلامه. والعملية الجديدة للانتخاب بحجم جمهورية مصر العربية، أيوة، هيحتاج إلى وقت، وهيحتاج إلى قدرة الشرطة اللي قدرتها أصبحت أقل مما كانت عليه قبل أحداث 25 يناير. طبعا هنا يقصد التأمين، أنت انتخابات عايزة تأمين، وإلا مش هيبقى في انتخابات تضمن نزعتها. وبالتالي هتحتاج إلى زمن، مع طبعا تشكك الشباب في نزاهه هذه الانتخابات وضروره الاشراف وهكذا، فلن تجرى في شوف بقى هو عامل حسابك ازاي، شوف هو بيفكر بدماغك ازاي، شوف هو مأمنك ازاي في كل حاجه، مش نسيك خالص كراجل ثائر، هو ما نساكش خالص. وهنا مش بتكلم عنه بشخصه، انا بتكلم عنه كرجل بيمثل الدوله والنظام في هذه التوقيت، في هذا التوقيت. ولكن عارف انك متشكك، وانك عشان تطمن محتاج اشراف قضائي كامل، والاشراف القضائي الكامل ده بقى هيخلينا ما نقدرش نعملها على يوم واحد، فلازم نعملها على يومين ثلاثه عشان خاطر نطلع لك الصوره اللي انت بتأملها في الانتخابات اللي انت عاوزها من ثورتك دي. يعني هو كان يفكر لك، ما كانش بيفكر عليك.
على عكس ما كان بيتقال لكم في الميدان، وعلى عكس ما كان بيتم الترويج في الميدان، وده هنجيله دلوقتي. يعني من واحد كما جرت في السابق، وبالتالي سوف نحتاج الى وقت طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ جينا على موقعات الجمل. الخلاصه بقى عشان ما نطولش في الحته بتاعت الشرح الدستوري دي كتير، الاطراف الخارجيه والاذناب الداخليه لما لقوا ان لواء عمر سليمان والفريق احمد شفيق والرئيس مبارك قدروا يلموا الازمه ويحتووها ويبقى في خطوات واصلاحيه جديه على الارض، لك لا ده كده الدنيا مش هتنفع كده، الناس دي هتلم البلد واللي احنا عايزينه مش هيتم، فلازم بقى كان يتم الافتعال بتاع موقعات الجمل. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله، فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها.